ازيكم يا حبايبي؟ هنبدأ دلوقتي في سامري السوليد جيومتري. اوكي، هنراجع السوليد جيومتري كلها على مرة واحدة. خليني اعرفك بس كده شوية حاجات عن السوليد قبل ما نبدأ، ماشي؟ السوليد كلها بلا استثناء كلها رولز، خلاص. الفهم فيها هو بس انك تكون قادر تتخيل او تشوف المنظر قصاد عينك وتعرف احنا بنعمل ايه. جيومتري هي زي الاناليتيك جيومتري العاديه، التو دايمنشنز، بس المره دي هناخدها ايه بقى، ان 3 دايمنشنز. من امتع، بجد من امتع الفروع بعد الكالكولس طبعا، هو هي السوليد جيومتري. السوليد افكار وحل كتير، يعني انت لو حليت الافكار كلها مستحيل حاجه تقف قدامك، لان هو هيجيب لك حاجه صعبه منين، فاهم يعني؟ هو فكر كده فيها، هو يوم ما هيفكر يجيب حاجه صعبه، اوكي، هيجيب فكرة جديدة منين؟ ما هي السوليد كلها أصلا حاجات عادية، كلها استخدام قوانين. طيب، يبقى كده الحمد لله احنا في النظام الجديد، كمان الامتحان اوبن بوك، فأنا مش محتاج إن أنا إيه أشوف سوري إن أنا أحفظ قوانين، كل حاجة عندي بتبقى مكتوبة، فأنا يا دوب بس كل اللي أنا محتاجه من حضرتك إنك تقدر تحفظ، سوري، إنك تقدر تستخدم القوانين دي. طيب، في الريفيجن دي أنا هعمل حركة حلوة قوي معاك، أوكي؟ هتشوف لما نيجي نبدأ، بس هقول لك نبذة دلوقتي يعني احنا هنعمله. احنا الأول هنراجع، بص احنا هنراجع على 4 أجزاء، ركز كده معايا. أول مرة يعني هي فيديو واحد بس على 4 بارتس، أوكي؟ أول حاجة هنتكلم عن الـ 3 دايمنشنز، الـ X والـ Y والـ Z عموما، وعلى الـ Sphere، معادلة الكورة، أوكي؟ بعد كده هنبدأ نتكلم عن الـ Vectors والـ Dot Product والـ Cross Product والكلام ده كله، ها؟ نفهم يعني ايه فيكتور، نفهم يعني ايه فيكتور كويس قوي قوي قوي. بعد كده نخش على بارت 3 و4، نتكلم في بارت 3 عن الايكويشن اوف ذا ستريت لاين، وبارت 4 عن الايكويشن اوف بلين، معادله خط ومعادله مستوى. ونشوف بقى ايه الجديد اللي انا هعمله معاك، هقول لك. واحنا شغالين هتكلم عن جزء جزء وهشرح لك القوانين اللي في الجزء ده، حلو. بعد كده هديك حاجه اسمها سكيلز وتريكس. السكيلز دي هديك شوية مهارات مفروض انت بتعرف تستخدمها، يعني خلاص انت كده كده عارف القانون، بس هديك سكيلز بقى على القانون ده. انت بتعرف تستخدم القانون وكله تمام، بس ده لما يجي يطلب منك الحاجة بشكل مباشر. زي مثلا في رول بيديك ديستانس ما بين بوينت A وستريت لاين L، اوكي؟ في قانون بيديك النورمال ديستانس دي، حلو الكلام ده؟ ها؟ طيب، القانون اللي بيديني النورمال ديستانس ده كلنا عارفينه، ولو مش عارفه هفكرك بيه. انا بقى هديك سكيلز، شويه حاجات بتستخدم بيها القانون ده عشان حاجات تانية، يعني هو مش لازم يجي يطلب منك المسافه العموديه وخلاص، لا، انا ممكن استخدم القانون ده في حاجات كتير قوي. وهديك حاجه اسمها تريكس. تريكس دي اللي هي الحاجات بقى اللي هي التريكات بتاعت المنهج، اوكي؟ لان الكلام ده في السوليد هيبقى مفيد قوي. فنقدر نقول يا حبايبي ان احنا لو اتفرجنا على السمري دي كويس قوي 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 وفهمناها كويس على مرحلتين، اول مرحله انك تتفرج على الفيديو ده، تاني مرحله ان انت تقرا البي دي اف اللي انا منزله لك اللي هو فيه السامري اللي انا بشرح منه، اوكي؟ كونك تقراه بس انت كده خلصت. طب والحل يا شربو؟ ها؟ احنا عايزين افكار وحل زي الالجبرا كده، احنا كنا بنتفرج على الالجبرا السامري نفهم يعني 30 40% والحل بيكمل بيخلينا 100%. السوليد نفس الكلام؟ السوليد سامري بس. الحل تطبيق على اللي انا خدته، هو ما فيهوش فكره. الفرق في الحل، الفرق ما بين الحل ها والسمري، ان في الحل بيبقى فيه ارقام. ها، يعني انت لو بتفهم كويس ومذاكر قبل كده السمري كافيه جدا انك تعرف تحل اي سؤال، لان هو بس الفرق في الحل ايه، بيبقى فيه ارقام وتعويض وخلاص، لكن ما فيش فكره، بعكس الالجبرا وبعكس طبعا الكالكولس، اوكي؟ طيب يلا حبايبي نبدا. هنبدا ببارت 1، نتكلم عن الثري دايمنشنز والايه والسفير ايكويشن. بص كده يا باشا، بادئ لك من الصفر، اوكي؟ حرفيا بيقول لك ان انت لو معاك وان لاين، خط واحد بس، فالنقطه انت تقدر تجيبها بدلاله الاي، او لو اعتبرنا الاي دي بلاش ايه بقى، خليها اوريجين. فانت تقدر تقول ان البي يمينها شوف مثلا 3 يونتس 3 سنتيمترز مثلا، فتقدر تقول ان البوينت بي يمينها او شمالها بس، اوكي؟ بص بقى كده في البلين اكس واي، ده عالم الكوردينيتس اللي انت اصلا تعرفه، ركز كده، ها، من الصفر اهو، ها. انت دلوقتي عايز تجيب البوينت اكس واي، عايز تجيبها في التو دايمنشنز، في الاكس وفي الواي، حلو كده؟
فبتعمل ايه؟ بتبدأ من الاوريجين، بتشوف انت مشيت قد ايه يمين او شمال، وطلعت قد ايه او نزلت، فاهم حاجة؟ يعني الواي بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف، وبتمثل البوينت اهي، سمي البوينت دي مثلا ايه، باكس وواي. في مشكلة كده مستر؟ الكلام ده احنا عارفينه كويس جدا، خش في الموضوع يا سيدي. ولا اي حاجه، مفيش اي موضوع، حتى دي انت عارفها. بيقولك بقى ان في الثري دايمنشنز بيبقى في اكس وواي وزد. ركز كده مع الالوان. ها، الاكس اكسس هو الخط الاحمر، بص على الرسمه، ها، والواي هو الخط الازرق، والزد اخضر. اوكي، ففي بوينت اسمها ايه اهي، مش عارف انت شايفها ولا لا، مش هقول لك عليها بسرعه. ها شايفها؟ اوكي، البوينت ايه دي؟ انت بتشوف انت مشيت قد ايه بالظبط على الاكس. بص الاوريجين اهي، لو انت مشيت يمين فيبقى انت مشيت في الاتجاه ده، لو مشيت شمال يبقى انت مشيت في اتجاه الاو اكس داش. حلو، بعد ما بتمشي يمين او شمال بتتحرك على الواي، لو الواي بوزيتيف يبقى مشيت في الاتجاه ده في نفس اتجاه الواي دي، لو الواي نيجاتيف يبقى مشيت في الاتجاه اللي عكسه في اتجاه الواي داش. اخر حاجه لو طلعت فوق على الزد فبتبقى مشيت في الاتجاه ده بارلل للزد دي، لو نزلت او الزد داش او الزد سوري بالنيجاتيف يبقى انت مشيت في اتجاه الزد داش لتحت. حد فاهم اللي انا بقوله يا جماعه؟ ها، بتمشي يمين شمال يمين شمال يمين شمال. ايه ده، قلتها 3 مرات. اه قصدي الاكس او بارلل لي، الواي او بارلل ليها، والزد او بارلل ليها. في مشكله في الكلام ده؟ ها، طيب نتكلم بقى عن البلينز. اوكي، المستويات، حضرتك عندك 3 مستويات مشهورين قوي. طبعا احنا لسه في بارت 4، هنتكلم عن الايكويشن اوف بلين لو في بلين تاني، بس انا بتكلم عن اشهر 3 بلينز في الحياه، الاكس واي بلين والاكس زد بلين والواي زد بلين. ايه الحاجات دي كلها؟ صل على النبي. خلينا نمسك اول واحد كده اللي هو الاكس واي بلين. ها، الاكس واي بلين ده، شايف بص على الرسمه كده، ها، شايف الاكس اكسس اللي بالاحمر دي اهي، والواي اكسس اللي بالاخضر دي. لو قفشنا الخطين دول اللي هما الاكس والواي، طبعا على فكره الاثنين بيربنديكولار او اورثوجونال على بعض، بس طبعا عشان الرسمه سوليد كاني باصص بزاويه من فوق كده شويه. ها، طيب الخطين دول اللي هما الاكس والواي بيكونوا لك مستوى، مستوى اوكي بلين، بص اللي هو المستوى ده اللي هو ملونه لك هنا باللون الاحمر اللي هو ده، هو مش احمر قوي يعني. اوكي، شايف الخط سوري، شايف البلين اللي انا مظلله بالاحمر ده، ده اسمه اكس واي بلين، مستوى الاكس واي. يعني ايه مستوى الاكس واي؟ يعني هو المستوى البلين السطح، ها، اللي بيبقى فيه الخط بتاع الاكس اكسس والخط بتاع الواي اكسس. في مشكلة في الخط اللي أنا رسمته لك ده؟ سوري، في البلين اللي أنا رسمته لك ده؟ طيب تيجي نفهم أكتر؟ تيجي نشوف الواي زد بلين اللي هو ده، هو عامله لك هنا بالأصفر، بص كده، تعال نمسح ده خلاص. بص عامله لك بالأصفر مع إنه لون وحش أوي. أدي الواي وأدي الزد، أوكي؟ فين بقى الواي زد بلين؟ أهو أهو البلين ده، شايفه؟ امسح احسن عشان تشوفها، هي اصلا معموله احسن من اللي انا عملته. اوكي، ركز كده، في بلين اصفر مش عارف انت واخد بالك منه ولا لا، بص كويس قوي في الرسمه، شايف البلين الاصفر ده؟ ها، المستوى ده هو المستوى اللي فيه الخط واي الاخضر والخط زد الازرق، صح ولا غلطان؟ خط يعني مستوى عمودي كده، او المستوى ده اسمه بلين ايه؟ واي زد. في مشكله كده يا جماعه؟ طيب نعرف ايه عن كل بلين من الثلاثه؟ بص الاكس واي بلين هو البلين اللي معادلته زد ايكوال زيرو، لان دي الحاجه الوحيده اللي بتبقى ثابته. حتى بص اي بوينت على البلين ده بيبقى ليها اكس وليها واي، ما اعرفهاش، بس اللي انا عارفه ان الزد بكام؟ بزيرو. ممكن تركز كده تاني، فاكر زمان كنا بنقول ايه؟ بابا 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 بابا، كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان اي بلين او خط في بوينت عليه، في بوينت عليه حط اسمه بارقام واللي باقي زيرو. مش فاهم اي حاجه صح؟ هقول لك، الحياه فيها 3 كوردينيتس اكس واي زد،
لما يجي يقول لك اكس واي بلين، قال الاكس وقال الواي يبقى دول ارقام، ما قالش الزد يبقى الزد بزيرو. ها زي مثلا بص كده تحت على الشمال، لو جيت قلت لك ان في بوينت ها اون اكس اكس، على الاكس اكس، حلو الكلام ده؟ ها البوينت اللي على الاكس اكسس، ركز بقى كده، انا قلت الاكس يبقى الاكس دي برقم انا معرفوش، لكن الواي والزد اللي ما اتقالوش زيروز. ها اي حاجه ما بتتقالش البوينت اللي عليها بتبقى قيمتها صفر. يعني بص الاكس واي بلين، الاكس اتقالت اهي والواي اتقالت، ما انا بقول لك اكس واي بلين، يبقى الزد بزيرو. حتى بص ركز كده في النقطه، بص كده هنا اهو اداك اكس برقم معرفش كام، ممكن تبقى بوزيتيف وممكن تبقى نيجاتيف، والواي برقم ممكن تبقى بوزيتيف وممكن تبقى نيجاتيف، لكن الزد كده كده، الزد كده كده زيرو. عشان كده الايكويجن بتاعت البلين ده بتبقى زد ايكوال زيرو. ها في اي حاجه صعبه؟ موضوع حلو قوي. يعني مثلا بص الواي زد بلين اهو، اني بوينت lies on the plane، اي بوينت على البلين بيبقى ليها اكس وليها زد، لكن الواي كده كده بزيرو، عشان كده معادله البلين ده بتبقى ايه؟ واي ايكوال زيرو. ها طيب بيقول لك ان اي خط، سوري اي بلين بارلل مثلا للاكس واي بلين، بص على اول واحده كده، اي بلين بارلل للاكس واي بلين، اي بلين بارلل للاكس واي بلين بيبقى الايكويشن بتاعته زد ايكوال رقم. اه يعني مش لازم زيرو، اه الزد ايكوال زيرو دي بص كده، لما اقول لك زد ايكوال زيرو دي ايكويشن بتاعت اني بلين زد بزيرو يبقى دي الاكس واي بلين. طب لو قلت لك اكس بزيرو، انت قلت اكس بزيرو اه، يبقى دي الواي زد بلين. في مشكله كده يا جماعه؟ دايما العلاقه بتبقى مع اللي ما اتقالش. خلاص طيب في حاجه عايز الفت نظر حضرتك ليها، بص لو انا جيت قلت لك، بص تحت على الشمال هنا كده اهو، لو جيت قلت لك y equal 5 وقلت لك ان دي equation of plane، يبقى البلين ده كده ده بلين، اه طبعا مستوى parallel لمين؟ لل xz plane. هل دي كده معادلة ال xz؟ لا بس parallel ليها. امتى تبقى معادلة ال xz plane نفسها؟ لو ال y دي كانت equal 0. ها في اي حاجة صعبة كده؟ طيب مستر معلش ممكن بقى تفهمني ليه الواي بزيرو او اللي ما اتقالش بزيرو؟ افهمك قوي. بص كده على الاكس واي بلين من على الرسمه، بص على الاكس واي بلين من على الرسمه، ها شايفه؟ اه اللي هو الاورنج او مش عارف لونه غريب كده، لونه احمر. ها البلين ده اي نقطه عليه؟ هنا 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 هنا، اي نقطه عليه؟ بص الزد بتاعتها بكام؟ كلهم في نفس الحته دي، بص كلهم في نفس الحته دي، يعني انت ولا طلعت على الزد فالزد تبقى بوزيتيف، ولا نزلت تحت فالزد تبقى نيجاتيف. خدت بالك البلين فين؟ البلين عند الزد بزيرو. لو طلعت البلين ده فوق بارلل ليه كده، هيبقى الزد برقم مش بزيرو، بس هيبقى بارلل للبلين اللي تحت. عشان كده لو الزد بتساوي رقم تاني، ها ده يبقى بلين بارلل للاكس واي بلين. المعلومات دي لازم تبقى فاهمها كويس قوي عشان نقدر نخلص الباقي. يلا يا باشا كده شويه قوانين مفروض انك تكون عارفها كلها، مش يعني ما ينفعش تتنسي اصلا. اول قانون كده بيجيب لك الديستنس ما بين تو بوينتس، اوكي بيقول لك لو معاك بوينت A اكس واي وزد وبوينت B اكس واي وزد برضو، المسافه بينهم بايثاغورس، بنستخدم قانون فيثاغورس، بنعمل روت والايه والديفرنس في الاكسات سكوير والديفرنس في الوايت سكوير والديفرنس في الزدات سكوير. انت فاكر القانون ده كويس قوي اكيد في التو دايمنشنز، كنا بنعمل الاكس ماينس الاكس سكوير والواي ماينس الواي سكوير بس بلس بعض تحت الروت، صح؟ اه كل ما في الموضوع هنا هتزود ترم جديد اللي هو الزد ماينس الزد سكوير. في مشكله كده يا جماعه؟ طيب بص على يمينه على طول قانون الميد بوينت، النقطه اللي في النص، وانت برضو عارف القانون ده كويس قوي منين؟ من التو دايمنشنز وحتى من الاستاتكس من شابتر 6، اوكي؟ لما تعوز تجيب ميد بوينت، نقطة في النص، بتجمع النقطتين وتقسم على عددهم اللي هم 2، ها؟ أنت معاك هنا بوينت A وبوينت B، صح؟ أه، عايز تجيب النقطة اللي في النص، اجمع الاتنين واقسم على الاتنين، فجمعنا الإكس
بلس الاكس على الاثنين، والواي بلس الواي على الاثنين، والزد بلس الزد على الاثنين. جبنا اكس وجبنا واي وجبنا زد بتاع البوينت سميناها سي. السي دي هي بتبقى اكزاكتلي في الميد بوينت ما بين الاي وما بين البي، بتبقى النقطه اللي في النص بالظبط. في مشكله في الكلام ده؟ ها طبعا كل دي قوانين، المهم نعرف نستخدمها. طيب بص كده على الشمال، حاجات عاديه قوي. لسه قايل الموضوع ده، بيقول لك ان لو البوينت على الاكس اكسس يبقى في اكس بس الواي والزد بزيرو. هو انا مش لسه قايل لك؟ ها ركز كده، مش لسه قايل لك ان اي بوينت على حاجه بيتقال فيها كوردينيت معين اللي ما اتقالش بقى بيبقى بزيرو؟ لو قال لك اكس واي بلين يبقى الزد بزيرو. طب والاكس والواي بارقام انا ما اعرفهاش. طب هنا قال لك اكس اكسس، يعني الاكس اتقالت يبقى برقم انا ما اعرفوش، لكن اللي ما اتقالوش ايه وايه؟ واي وزد ما اتقالوش، يبقى بزيروهات. خلاص بص بص كده. طب لو على الزد اكسس يبقى الاكس والواي اللي ما اتقالوش بزيرو، والزد بايه؟ برقم انا ما اعرفوش. دايما اي حاجه ما اتقالتش بتحط مكانها زيرو. طيب ازاي بقى اجيب الايكويشن بتاعت الاكس اكسس ده؟ هبل بقى. بص الاكس اكسس اللي ما اتقالوش بايه؟ بزيرو، واي بزيرو، زد بزيرو. الواي اكسس الاكس بزيرو والزد بزيرو، وهكذا في الزد اكسس. في حاجه صعبه؟ ها طيب ده مش قانون قوي يعني، بس ماشي. بيقول لك ان ذا ترينجل اي بي سي، اف لو لقيت ان الاي بي سكوير، ركز كده، الاي بي سكوير بيساوي الاي سي سكوير بلس البي سي سكوير، يعني الاي بي ده كده هايبوتنس. بص ادي اي بي وده كده سي. لما تلاقي ان الاي بي سكوير اللي هو ده بيساوي السي بي سكوير والاي سي سكوير بلس بعض، يبقى دي كده اكيد 90 ديجري. بص على الرسمه بقلبك وحسها. احنا لما كنا بنلاقي ان ترانجل رايت انجل ترانجل بنعرف على طول انه بيحقق بايثاغورس. بايثاغورس يعني ايه؟ الهايبوتنس سكوير اللي هو اكبر واحد بيساوي سايد سكوير بلس الثاني سكوير. هنا بقى انا بقول لك العكس، بقول لك لو حصل ولقيت ان في سايد سكوير، في سايد سكوير بيساوي الاثنين التانيين سكوير بلس بعض، ها تعرف على طول ان الانجل دي 90 ديجري. طب ركز كده بقى، لكن لو لقيت الاي بي ده سكويره، بص كده على نمبر 2، سكويره اكبر من مجموع سكويرات الثانيه، يبقى السي دي كده اوبتس، والعكس تبقى السي دي كده ايه؟ اكيوت. مستر ممكن افهم قصدك عشان مش مستوعب قوي؟ هفهمك. بص كده انا هرسم لك الرسمه تاني تحت، ركز كده معايا. سوري اها، ادي حضرتك A B C، السي دي اكبر انجل، اوكي؟ اللي قصادها ده بيبقى اكبر واحد، اللي قصادها ده بيبقى اكبر واحد. ركز تاني كده، انا بكلمك هنا عن السايد اللي يكون قصاده اكبر انجل او اكبر سايد. ما العلاقه دايركت. يعني ايه دايركت؟ يعني اكبر سايد بيكون قصاده اكبر انجل. خلاص، فانا بقول لو فرضنا، انا هنا فارض ان الاي بي هي اكبر، الكلام اللي انا بقوله دلوقتي ده بينطبق كمان لو في سايد تاني اكبر من الاي بي. خلاص، طيب السايد الكبير خالص اللي هو هنا اي بي، لو سكويره بيساوي سكوير البي سي بلس سكوير الاي سي، طب ما ده معناه ان دي 90. لكن لو الاي بي ده سكوير اكبر، ده معناه ان انت بص طولت ده كده شويه، فالانجل بقت اوبتس اكبر من ال 90. انما لو الاي سي صغر يبقى الانجل هتبقى ايه؟ اكيد. حد فاهم اللي انا اقصده يا جماعه؟ تخيلها. اوكي كده، في السلايد دي هنتكلم عن المسافة ما بين نقطة A B C مثلا، ها، ويا إما أكسس من التلاتة X Y أو Z، أو المسافة بين نقطة وبلين Y Z بلين X Z بلين X Y بلين. هما قوانين يعني، بص أنا ممكن أقول لك أحفظهم واسكيب السلايد دي، أوكي؟ أنا لحد دلوقتي لسه ما دخلناش في أي حاجة فيها شرح، كلها رولز. بص كده، إزاي أجيب المسافة من نقطة للإكس أكسس؟ بعمل روت، ركز كده بالله عليك، بعمل روت، ها، الكوردينيتس، بستخدم بايثاغورس بالكوردينيتس اللي ما اتقالتش. يعني انت هنا عايز تجيب ايه؟ من الاكس اكسس، فهتعمل روت الواي والزد سكوير بايثاغورس، بس ما بتاخدش الاكس. طب عايز تجيب المسافه للواي اي وسي اللي هما الاكس والزد، لكن ما باخدش الواي. طب بص كده، لو عايز اجيب لي بلين
اكس واي بلين بقى، سوري اكس زد بلين، بعمل ايه؟ ركز كده في تاني واحده في البلينز، عشان تجيب المسافه من نقطه، عشان تجيب المسافه من نقطه للاكس زد بلين بتاخد ابسوليوت اللي ما اتقالتش. انت قلت اكس وقلت زد، يبقى ابسوليوت الواي دي اهو. في مشكله كده ليه ابسوليوت؟ عشان افرض هي شمال، مش بشتمها، لا افرض هي شمال يعني بالنيجاتيف. ايوه بس انا بجيب ديستنس، مفيش ديستنس بالنيجاتيف. اوكي طيب، دي قوانين انا قريتها كويس، بعرف اقرا. تيجي بقى نفهم هي جت منين. يلا بقى، انا اهم حاجه عندي افهم عشان برضو ايه ابقى اسمي اتعلمت. صلى على النبي. عايز اجيب المسافه من النقطه اهي والاكس اكسس. هو فين الاكس اكسس؟ انا مش شايفه. طب تعال نفترض ان النقطه دي مثلا 3 و2 و5. اوكي عايز تجيب المسافه من النقطه دي للاكس اكسس. تعال نتخيل ان الاكس دي انا مش شايف اصلا واحده اكس وواحده. بص تعال نتخيل ان الاحمر ده اكس. اوكي يبقى الحته دي كده 3 ودي كده 2 اللي هي الواي، والزد اللي هو الارتفاع الحبه اللي انا طلعتهم كده كام؟ 5. فاهم حاجه؟ اوكي انا بقى عايز اجيب المسافه من النقطه دي كده لحد الاكس اكسس اللي هو الخط الاحمر، يعني عايز اجيب المسافه دي. فشايف الترانجل ده كده؟ ها دي بكام؟ دي ب 2 والارتفاع ده بكام؟ ب 5. فهتعمل سكوير روت، مركز استنى اوريهولك تاني كده، بص تاني. انت عايز المسافه دي من اللي فين؟ من البوينت A لخط الاكس اكسس الاحمر ده، صح كده ولا غلطان؟ فهتقفش الترانجل ده اللي انت بتتكلم عنه ده هايبوتينس. بص هقفش لك الترانجل هنا وخلاص. تعال نعمله هنا اهو. اوكي دي المسافه اللي انت عايزها. الحته دي كده هي الفايف اللي هي هنا الارتفاع اللي هي الزد، اللي هي الزد. اوكي والحته اللي تحت هي 2 باينه قوي اللي هي الواي. فانت عشان تجيب الاس هتعمل سكوير روت للزد سكوير بلس الواي سكوير. فهمت حاجه؟ هتستخدم بايثاغورس على الاثنين اللي ما اتقالوش. طبعا انا مش محتاج اعرف ان هما الاثنين اللي ما اتقالوش، مش محتاج اعرف حاجه لان كده كده القوانين دي بتبقى معايا. بس انا قلت يعني ها الفت نظرك بس، لكن خليك عارف ان هي دايما لما بتحب تجيب، بص لو بوينت تقع على حاجه من الحاجات دي، اصل احنا دايما عندنا فئتين، دايما عندنا ايه؟ فئتين. فئه الاكسيز اللي هو اكس اكسس واي اكسس زد اكسس، وفئه البلين اللي هم برضو ثلاثة، اكس واي بلين، اكس زد بلين، واي زد بلين. ها طيب لو انت على فئة الاكسيز وفي بوينت على اكسس من الثلاثة، يبقوا الاثنين اللي ما تقلوش في الاكسس ده بزيروز. يعني مثلا قال لك واي اكسس، يبقى البوينت دي الكوردينيتس بتاعتها ايه؟ واي اكسس. يبقى الاكس بزيرو والزد بزيرو. طب والواي؟ لا ما اعرفش، هتبقى رقم، ممكن يبقى بوزيتيف ممكن يبقى نيجاتيف، بس انا ما اعرفش. طب لو انا قلت لك انها على الاكس زد بلين، يبقى الاكس رقم والزد رقم، لكن اللي ما اتقالش اللي هو الواي، ما هو انت بتقول اكس زد يعني ما قلتش الواي، يبقى الواي بزيرو. اوكي نفس الكلام في الديستنس، الموضوع فئتين، فئه الاكسيز لما تعوز تجيب ديستنس من نقطه لاي اكسس من الثلاثه بتعمل بايثاغورس على الاثنين اللي ما اتقالوش. يعني انت مثلا عايز تجيب مسافه من نقطه للزد اكسس، اعمل سكوير روت الاكس سكوير بلس الواي سكوير. فاهم حاجه؟ طب لو بلين معين، بلين اكس زد ده اللي اتقال الاكس والزد، يبقى الواي ما اتقالتش، يبقى ابسوليوت الواي. في مشكله يا جماعه؟ ها يلا حبايبي كده نخش على الايكويشن اوف سفير. اوكي سفير يعني كوره، فاحنا عايزين نجيب معادله كوره في الفراغ. اوكي عشان تجيب معادله كوره انت محتاج تعرف حاجتين، اول حاجه السنتر بتاعها، تاني حاجه الراديوس بتاعها. ركز كده اهو الحاجتين اللي انا عملت لك عليهم نجمه. اوكي انت عشان تعرف تجيب معادله كره عموما لازم ابقى عارف السنتر بتاع الكره كام، البوينت اوف اتس سنتر، البوينت اللي فيه سنتر الكره عندها، والراديوس بتاع الكره كام، زي السيركل بالظبط. الفرق كله ان دي كره في الفراغ وان احنا بنتعامل في 3 دايمنشنز. يعني في السيركل كانت السنتر بيبقى اكس وواي بس. اوكي استاذنك بص على الستاندرد الاول، على الستاندرد فورم اهي. ازاي بقى بجيب معادلة الكرة؟ الموضوع بسيط قوي. مش انت جبت السنتر وليكن A B C، دول السنتر، ارقام السنتر، بتروح عامل ايه بقى؟ X وتعكس ال A سكوير، Y وتعكس ال B
كلها سكوير، زد وتعكس السي سكوير، ده بيساوي الار اللي هو الراديوس سكوير. في اي حاجه صعبه يا جماعه؟ ركز كده معايا، ركز معايا كده. يعني انا اديك مثال، لو معايا سيركل السنتر بتاعها 1 و2 و3 والراديوس بتاعها 5 عشان انا بحب ال 5، شايف الارقام دي كده؟ دي سيركل، سوري سفير. عايزك تجيب لي الايكويجن بتاعتها يا سيدي. الموضوع سهل قوي، بص تحت هنا اهو ماشي. بص بعمل ايه، 3 براكتات سكوير بلس بعض، ده بيساوي الار سكوير يعني 25. في مشكله كده؟ طيب هنعمل اكس ماينس 1 واكس، استنى بس كده، شايف السنتر؟ معلش انا هغيرها، هخليها نيجاتيف 2 بدل ما هي 2. ليه بقى؟ عشان اجي هنا اعمل واي، بص البراكت التاني واي هي اصلا نيجاتيف 2 تبقى بلس 2، اخر براكت زد ماينس 3. ها في مشكله في الكلام ده؟ ها مركز معايا؟ اوكي. طيب دي كده اسمها ايه؟ ستاندرد ايكويجن او ستاندرد فورم اوف ذا ايكويجن. لو انت فكيت البراكتات السكوير دي كلها هيبقى معاك اكس سكوير ورقم جنبيه اكس وفري تيرم، وفكيت البراكت التاني ده هيبقى واي سكوير ورقم جنبيه واي وفري تيرم، لو فكيت التالت ده هيبقى زد سكوير ورقم جنبيه زد وفري تيرم، صح؟ اه دي بقى اسمها ايه؟ جنرال فورم. شايف الجنرال فورم دي اللي هي اكس سكوير بلس واي سكوير بلس زد سكوير بلس رقم جنبي اكس بلس رقم جنبي واي بلس رقم جنبي زد وفي هنا فري ترم في الاخر، كل ده بيساوي صفر. ها اهو الجنرال فورم دي اصلا هي الستاندرد فورم، بس لو فكينا البراكتات سكوير دي كلها، ما هو صلي بينا على النبي بهدوء كده، صلي على النبي. لو انت فكيت الايكويجن الستاندرد في كام براكت سكوير؟ 3. لما هتفك كل واحد هيديك اول واحد هيديك اكس سكوير ورقم اللي هو ايه بقى؟ اللي هو اكس في نيجاتيف 1 باي 2 يعني دبل النيجاتيف 1 صح كده؟ جنب الاكس. وفري ترم نفس الكلام الايه؟ نفس الكلام الواي لما هتتفك ونفس الكلام الزد لما هتتفك، اما هو حاطط الاكس سكوير الاول والزد سكوير والواي سكوير حطهم في الاول. ما هو انت لما هتفك الثلاث براكتات ها؟ فكهم كده هتلاقي في اكس سكوير في اول واحده وزد سكوير في اخر واحده وواي سكوير في النص، صح؟ حطهم اول حاجه اهم، ادي بالنسبه للاكس سكوير والواي سكوير والزد سكوير. اوكي طيب ايه بقى ال اكس والام اكس، سوري الام واي والان زد؟ كابتن لو سمحت لا تكن حبيس الرموز، سيبك يا باشا من الرمز اللي لازق في الاكس ولا لازق في الواي ولا لازق في الزد ده اهو. ها خليك عارف حاجه، ان الرمز اللي لازق فيه ده، سوري الرقم اللي بيلزق في الاكس اللي هو كوفيشنت الاكس، ها بيبقى عباره عن دبل الاكس كوردينيت بتاع السنتر بس مغيرين اشارته. ايه ده؟ دبل الاكس كوردينيت بتاع السنتر بس مغيرين اشارته. حتى بص هو كده لما جه يجيب السنتر قال لك ايه بقى؟ غير الاشاره بتاعت الكوفيشنت وقسم على الاثنين. ففي واحد يقول لي مستر انا بتلخبط. اتلخبط في ايه؟ امتى اخد نص الكوفيشنت وامتى اضربه في اثنين؟ الحقيقة أنا مش عارف. أنا اللي أنا أعرفه يا جماعة إن الكوفيشنت بيبقى مضروب في 2، فلو أنت عايز ترجع تجيب السنتر تاني خد نصه. طب لو أنت معاك السنتر وعايز تجيب الكوفيشنت اضربه في 2، بس ما تنساش تغير الإشارة عشان هو بعكس الإشارة. مستر هات مثال عشان أتلخبط. أوكي حاضر. سيبك من اللي مكتوب ده كله، ها؟ اللي مكتوب دي رموز يا جماعة. زي ما قلت لك أنت مع أول مسألة هتحلها الموضوع انتهى، يعني هي مسألة إيه؟ أرقام. بص كده نفس اللي هو مديهولي، نفس السنتر ونفس الراديوس. اوكي هنعمل احنا ايه بقى؟ هنجيب الايكويشن على الستاندرد فورم. ركز كده معايا، نفس السنتر ونفس الراديوس. يلا اكس سكوير بلس واي سكوير بلس زد سكوير دي عارفينها. طيب كوفيشنت الاكس هنا هيبقى كام؟ هو البوينت بتاعت السنتر كام؟ 1. هغير الإشارة واضربها في 2 فتبقى نيجاتيف 2x. طيب وفي هنا نيجاتيف 2 غير الإشارة تبقى بوزيتيف واضرب في 2 تبقى 4y. طب كوفيشنت الزد كابتن لو سمحت، مش الزد ب 3 بتاعت البوينت اوف سنتر؟ غير الإشارة تبقى نيجاتيف واضرب في 2 تبقى 6z بلس. الدي ده بقى حوار، سيبه دلوقتي. ليه بقى؟
بص الدي ده عباره عن ايه بقى؟ الاي سكوير بلس البي سكوير بلس السي سكوير ماينس الار سكوير. الاي والبي والسي دول اللي هم الايه؟ الكوردينيتس بتاعت السنتر. يعني انت هنا لو عايز تجيب الدي ده هيبقى عباره عن ايه؟ اي سكوير يعني 1 سكوير بلس نيجاتيف 2 سكوير، مش فارقه لان كده كده سكوير هيلغي البتاع، بلس 3 سكوير ماينس الار سكوير اللي هي 5 سكوير. ها؟ بس 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 بس. في حاجه صعبه يا جماعه؟ ها؟ مستر موضوع بيلخبط قوي يا عم. ولا بيلخبط ولا حاجه، ولا بيلخبط ولا اي حاجه. انت بس عشان انت ما ذاكرتش في الاول فجاي دلوقتي عمال تصيح، لكن مش مشكله يا عم ملحوقه خلاص، سواء مفيهوش حاجه تلخبط. هو الفكره كلها فكره ايه يا باشا؟ انت لو معاك السنتر از ا بوينت، ها، لو معاك السنتر غير الاشاره وخد ضعفه، ده الكوفيشنتس. غير الاشاره وخد ضعفه، ده الايه؟ ده الكوفيشنتس. لكن لو انت معاك، ركز كده، ده لو انت معاك السنتر، اوكي؟ طب لكن لو انت معاك الايكويجن اصلا، يعني معاك الايكويجن دي جاهزه، شايف دي كده؟ دي كده معاك جاهزه، ها؟ هتعمل ايه بقى يا باشا؟ عايز تجيب السنتر، هتاخد كوفيشنت الاكس، غير اشارته وخد نصه، اهو. زي ما عمل هنا، غير اشاره وخد نصه، تمام؟ طيب، لما عاوز اجيب الراديوس، خد الاي دي، ما هي دي خلي بالك الاي، ودي البي، ودي السي. هتقول لي لا يا مستر دي نيجاتيف، الايه في نيجاتيف يا سيدي، ما هو سكوير كده كده خلاص. ده يديك الراديوس. مركز في اللي انا بقوله؟ بس بس بس. مركز، بص كده، بص فوق خالص، هكتب لك الراديوس على طول. الراديوس بيساوي ايه؟ بعد ما تجيب السنتر اعمل الاي سكوير اللي هي الاكس بتاعت السنتر بلس البي سكوير بلس السي سكوير ماينس الدي اللي هي الفري تيرم من غير سكوير. ها، لما هنيجي نحل ان شاء الله الكلام ده بالنسبه لك هيبقى سهل قوي، هو تعويض مباشر يعني، ابذل بس شويه مجهود. نوتس دي حاجات مهمه جدا خلي بالك منها، اوكي؟ بيقول لك there is no term في اكس واي او اكس زد او واي زد في الايكويجن اوف ذا سفير. يعني لو حصل ما تبقاش دي ايكويجن اوف ذا سفير، اوكي؟ اكزامبل اكس سكوير بلس واي سكوير بلس زد سكوير ماينس 2 اكس واي. لا انا مش خايف من 2، ها؟ اكس واي الترم ده ما ينفعش يبقى موجود. بص يا كابتن، اكس سكوير واي سكوير زد سكوير لازم يبقوا موجودين، ولازم الكوفيشنت بتاعهم يساوي 1. طب ولو مش 1 لازم يكونوا على الاقل نفس الكوفيشنت عشان اقدر اقسم عليه. هنشوف الكلام ده كمان شويه، بس ركز تاني كده. اكس سكوير واي سكوير وزد سكوير الثلاثه دول لازم يبقوا موجودين. بعد كده بيبقى في رقم جنبيه اكس، ورقم جنبيه واي، ورقم جنبيه زد، ورقم لوحده. لو واحد من الأربعة أو حتى الأربعة كلهم مش مشكلة بزيرو، مش فارقة معايا في حاجة. يعني افرض الكوفيشنت اوف اكس بزيرو، يعني ما لقيناش اكس خالص، لقينا واي ولقينا زد بس، مش مشكلة. طب افرض ما لقيتش فري ترم خالص، يا سيدي عادي. ها؟ افهم تاني، ألاقي اكس، ألاقي واي، ألاقي زد والكوفيشنتس بتاعتهم، ألاقي فري ترم أو ما لاقيش عادي. إنما ألاقي بقى، بص امسح لي كده بقى، ألاقي ترم فيه اكس واي او اكس زد او واي زد او اكس كيوب او زد كيوب، ما ينفعش. هو اللي انا قلته بس اللي المفروض يبقى موجود، الاكس سكوير والواي سكوير والزد سكوير لازم يبقوا موجودين، ولازم الكوفيشنز بتاعتهم تكون ايه؟ 1 او نفس الكوفيشنز، فانا هقسم عليها فتبقى 1 في الاخر، هنشوف. لكن ما ينفعش بقى الاقي لي ترم اكس واي ولا اكس كيوب ولا مش عارف ايه، لا ما فيش الكلام ده. طب مستر يعني لازم يبقى في اكس وواي وزد؟ لا، لازم يبقى في اكس سكوير واي سكوير وزد سكوير، اه لازم. لكن اكس واي وزد لا مش لازم، لان ممكن كوفيشنت الواي هنا يكون صفر فما يبقاش في واي خالص، عادي ما فيهاش اي حاجه، اوكي؟ طيب ركز كده في ثانيه واحده اهي. بيقول لك الكوفيشنتس بتاعت الاكس سكوير والواي سكوير والزد سكوير ماست ايكوال، انا مش عارف ايه ماست ايكوال دي، اوكي؟ لازم تساوي واحد. لازم تساوي كام يا باشا؟ واحد، او يكونوا كلهم بيساووا بعض. مثلا بص اول واحده دي كده، اكس سكوير ماينس واي ماينس ايه يا بابا؟ بلس 2 زد دي نوت سفير، نوت سفير، نوت سفير طبعا. طب يا جماعه يا نهار ازرق، يا نهار ازرق، يا نهار ازرق. بص اصل انا في فطرتي، ما برضو في مشكله يا جماعه انتوا مش فاهمينها. خلاص الفرق بيني وبينك انك بتتعامل مع الماتيماتكس بانك بتدرس قوانين ومش عارف ايه. يا باشا انا عندي فطره،
انا فطره، انا اتولدت عارف ان الايكويشن اوف سيركل وكذلك الايكويشن اوف سفير لازم يكون في اكس سكوير واي سكوير زد سكوير، ويكون الكوفيشنس بتاعتهم 1، لازم يكون 1. الا ان في بعض الاحيان ممكن نعمل تحايل على الموضوع زي رقم 2، بص كده لو هما مش 1 بص 3 3 3. شربوا ايه يا حبيبي؟ بس انت قلت لازم تبقى 1، هنا بيقول لك 3 اكس سكوير و 3 واي سكوير و 3 زد سكوير وانت كاتب انها ايكويشن اوف سفير. ايوه ما انا بقول لك بص بقى ايه، but you must divide by 3، لازم تقسم على التلاتة. فيقوم يحصل ايه بقى؟ انت طبعا لما بتقسم الايكويشن على التلاتة بيتوزع، فالثري دي بيو 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 ودي تتكنسل، ودي تبقى 2 اوفر 3 ودي تبقى 5 اوفر 3 ودي تبقى 2 اوفر 3 وده هيبقى 0 اوفر 3 يعني 0 مش مشكله. ها رجعتها 1، طالما انا عندي الابيليتي دي تبقى دي ايكويشن اوف سفير عادي. اصل انت عارف هي كان ايه؟ انا هفهمك بقى، هي كانت ايكويشن اوف سفير بس حد بيرخم قام ضارب الايكويشن كلها في 3، وللاسف للاسف ده حقه 100%. اصل هو عمل ايه يعني؟ الراجل ما غلطش، انا لو معايا ايكويشن من حق اضرب، طالما هضرب الناحيتين في نفس الرقم فده حقي خلاص، هو عمل كده. اوكي فركز معايا بعد اذن حضرتك، لازم يكون في اكس سكوير واي سكوير زد سكوير، مش لازم يبقى في اكس ولا واي ولا زد، ممكن ما بص ما ممكن الكوفيشنز بتاعتهم تبقى 1، سوري انا اسف ممكن تبقى 0 فما يبقاش في اكس او ما يبقاش في واي او ما يبقاش في الاثنين او ما يبقاش في زد او ما يبقاش في فري تيرم، لكن ما ينفعش يبقى في ترم خازوق اكس واي اكس زد، لا 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 لا. ها ولازم الاكس سكوير والواي سكوير والزد سكوير يكونوا موجودين ويكون الكوفيشنز بتاعتهم 1. الا ان مثلا بديك مثال يعني، ها بديك مثال لو لقيت كوفيشنت الاكس سكوير والواي سكوير والزد سكوير مش 1 بس الثلاثه نفس الكوفيشنت زي هنا كده 3 3 3، فانا ممكن اقسم الكوفيشنت الايكويشن كلها على 3 فخلاص هتبقى دي برضو سيركل. انا قلت سيركل صح؟ انا اسف قصدي سفير. ماشي طيب بص كده بيقول لك ايه بقى؟ ان نيجاتيف ال على 2، يعني بص انا مش عارف ليه حاطط نيجاتيف، هو مش لازم نيجاتيف ما كده السكوير هنشيلها. اوكي كوفيشنت الاكس نص سكوير وكوفيشنت الواي او نص كوفيشنت الواي سكوير ونص كوفيشنت الزد سكوير ماينس الكي، الكي دي اللي هي الفري تيرم، ها لازم يكونوا جريتر ذان 0. ليه بقى؟ لان ده الراديوس يهطل. ايه ده؟ انا مش فاكر الكلام ده. لا افكرك، مش انا قلت لك ان الراديوس بيساوي روت اي سكوير دي اللي هي نص كوفيشنت الاكس بلس بي سكوير دي اللي هي نص كوفيشنت الواي بلس سي سكوير دي اللي هي نص كوفيشنت الزد ماينس الدي اللي هي الفري تيرم من غير سكوير على فكره، عشان في ناس بت ايه ها سكوير بي سكوير سي سكوير ماينس دي سكوير هي جت على الدي يعني، لا الدي من غير سكوير. اوكي عارف بس انا كنت بقول حاجه غلط عشان ممكن حد ايه يروح واخد سكير ريكورد يفضحني، هو انا كنت بقول ان الاي اللي هي نص كوفيشنت الاكس، لا هي نيجاتيف نص كوفيشنت الاكس. الاي اللي هي السنتر الاكس كوردينيت بتاع السنتر بتاع السفير، الاي اللي هي الاكس كوردينيت بتاع السنتر بتاع السفير بتساوي نص كوفيشنت الاكس معكوس اشارته، يعني نيجاتيف نص كوفيشنت الاكس. ها بس انا كنت بقول كوفيشنت الاكس من غير النيجاتيف عشان انا شايف ان في سكوير فمش فارقه معايا النيجاتيف، فاهم حاجه؟ ها طيب المهم يعني مش ده الريديوس، فلازم يكون ده يا جماعه كده هاز فاليو ولازم تكون ايه بوزيتيف، ما ينفعش يبقى صفر لانه لو صفر يبقى الريديوس بروت زيرو يعني زيرو. تخيل معاك كوره الريديوس بتاعها زيرو يعني الكوره نقطه مش موجوده اصلا، ها حاجه خياليه، او تخيل معاك كوره الراديوس بتاعها بروت رقم نيجاتيف، فاصلا روت النيجاتيف ايماجينري كومبلكس، يعني الراديوس ده رقم يا جماعه لينز، لازم يبقى رقم كويس رقم ريل رقم حقيقي. ها فانا فاهم كويس قوي ان اللي تحت الروت ده لازم يكون ايه بوزيتيف، عشان كده يا جماعه بصوا الشرط ده كده ده كده ايه يا باشا؟ ها ده اللي بيبقى تحت الروت وبيديك الار، حلو الكلام ده كده؟ دي اللي هي الاي دي اللي هي البي دي الاي كده
دي البي كده اللي تحت السكوير دي السي. في حاجة صعبة يا جماعة؟ طيب اخر نوت بيقولك important نوت، ها بيقولك ان الاريا بتاعت السفير السيرفس اريا بتاعت السفير بفور باي ار سكوير مش بباي ار سكوير، يعني على اساس ان انا فاهم مولود اول امبارح انا اتفاجئت من المعلومة دي وحطيتها لك في important نوتس ماشي يعني ماشي. طيب while it's volume بينما الفوليوم بتاعه انا اسف جدا يا جماعه المعلومه البايخه دي. يلا حبايبي كده نشوف السكيلز دي، هي مش سكيلز ولا حاجه، هي يعني ايه احنا ممكن نكتب بدل سكيلز دي كده نكتب بديهيات. اوكي بيقول لك if the center m ها and we have احنا عندنا you have point on the sphere ايه مثلا، يعني مثلا دي السيركل اهي، سوري انا اسف دي السفير ومعاك البوينت اوف ذا سنتر ومعاك اي بوينت على السنتر على السفير. اوكي فبيقول لك ان الديستانس ما بين الام والاي دي هي الراديوس. ها يعني انا دلوقتي جيت في مساله شائيه خفيه قمت مديك ايه الكوردينيتس بتاعت السنتر وكوردينيتس لبوينت سميناها ايه سميناها بي لا تكن حبيس الرموز سميتها زي ما سميتها وقلت لك ان البوينت دي لاينج اون ذا سفير بتقع على الكورة، تعرف على طول ان المسافة ما بين السنتر ده والبوينت دي اللي انا راسمها دي هي الراديوس. في حاجة صعبة؟ هتجيب المسافة دي من قانون المسافة اللي هي ايه؟ x minus x square plus y minus y square plus z minus z square بايثاغورس. ها؟ طيب تاني ملحوظة بيقول لك ايه بقى، ركز كده معاك. if the two ends of the diameter معاك الA والB حلو كده؟ ففي الحالة دي بيكون الميد بوينت بينهم هو ده السنتر. دي بديهية أكتر من الأولى. بص لو معاك سفير كده هتقولها مستر بس دي بيضة، ما هي شكلها غريب الصراحة شوية، بص كده ومعايا دايامتر A B في مسألة خفية شائية بديهية اداك البوينت A واداك البوينت B فتقدر تجيب السنتر اللي هو الام الميد بوينت ما بين الA والB. ها اقول لك حاجه كمان، لو عايز تجيب الراديوس هات المسافه بين الاي والبي بقانون الديستنس اللي هو روت اللي انا لسه كاتبه فوق اللي هو ده بايثاغورس. ها وخد نصها. لان انت لما هتجيب المسافه من الاي للبي ده الدايمتر لينث كله الراديوس نص. في حاجه صعبه كده؟ طيب اخر واحده دي بيقول لك خلي بالك انت لو معاك الاي ومعاك البي جاهزين اللي هم التو اندز يعني الاثنين دول قال لك ان هما دايمتر. خلي بالك انا ما قلتش ايه وبي اي نقطتين على السفير، لا 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 انا ما قلتش اي نقطتين على السفير يا باشا لو سمحت، انا بقول لك معاك ايه الدايمتر. خلي بالك انا ما قلتش اي نقطتين على السفير، انا بقول لك ايه ها معاك الدايمتر. حلو الكلام ده؟ طيب لما يبقى معاك الدايمتر ممكن تستخدم القانون ده على طول تجيب الايكويشن ايكويشن اوف ذا سفير. في اي مشكله؟ شوية ملاحظات مفروض تبقى عارفها جايبها لك بالشكل اهو عشان ما حدش يجي يقول لي انا مش فاهم. اوكي في كام نوع من او كام بوزيشن للسفيرز لتو سفيرز كورتين ليهم كام وضع زي ما انت شايف كده قصاد حضرتك في خمس اوضاع. اول وضع ان هم يكونوا ديستانت. يعني ايه ديستانت يا جماعة؟ يعني متباعدان بالعربي احنا كنا بندرسها اصلا انا كنت مدارس عربي انت عارف يعني. اوكي اظن واضح على الاكسنت بتاعتي ماشي ماشي الفكره فكره ايه يعني ايه كورتين متباعدتان يعني زي ما انت شايف كده بعيد عن بعض بديهيات يا جماعه ديستانت يعني بينهم مسافه. اوكي ركز كده معايا فين المسافه اللي بينهم اهي مش عارف انت شايفها ولا لا الحته دي كده ها هم بعيد عن بعض في الحالة دي بيكون المسافة ما بين سنتر الأولى وسنتر التانية اللي هو الـ MN أكبر من راديوس الأولى بص كده بص كده بص كده أكبر من راديوس الأولى زائد راديوس التانية لأن في حتة في النص أهي زيادة بص كده بتبقى العلاقة دايما ما بين الـ MN أقصد إيه بالـ MN دي؟ أقصد بالـ MN المسافة ما بين سنتر الأولى وسنتر التانية فلو هما بعاد لمؤاخذة عن بعض بيبقى المسافة بين السنترين أكبر من مجموع الرديسين ها؟ فاهم اللي أنا بقوله؟ ما عشان في حتة زيادة تفهم دي أكتر من التانية من التاتشنج إكسترنالي بيلمسوا بعض من بره بص أهو تاتشنج إكسترنالي في الحالة دي بتكون الـ MN إكزاكتلي
at the summation of the radii. ها ايه radii ده؟ جمع الراديوس. ماشي اسمع تاني كده تفهم التاتشنج اكسترنال الاول اهي دي الكورتيلا لازقين في بعض فبيكون المسافه بين الام والان الام دي اللي هي السنتر الاولى والان دي اللي هي السنتر الثانيه بتكون المسافه بين السنترين بتساوي مجموع الرادياسين ها المسافه بين السنترين بتساوي مجموع الرادياسين في مشكله كده حبايبي طيب ادي يا باشا لو هما تاتشنج اكسترنالي طيب لو تاتشنج انترنالي يعني ايه انترنالي يعني لامسين بعض من جوه ركز كده هتلاقي ايه بقى هتلاقي المسافه بين الام والان ها بتساوي ايه بتساوي الريديوس الكبير اللي هو ار1 ماينس الريديوس الصغير يديك المسافه دي بس 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 بس. ركز كده تاني اعملها لك بالوان كتير عشان تفهم ها تحس انه فرح ادي الام اهي من هنا لهنا كده مش الحته دي اللي هي الريديوس الكبير سميه ار1 اه والحته دي بس كده اللي هي ار2 اه فين بقى الام ان هعملها لك بالازرق اهي الحته دي اهي دي كده الام ان صح فيبقى الام ان بتساوي ايه الار او الريديوس الكبير ماينس الريديوس الصغير ها ممكن اقول حاجه ممكن اقول حاجه ها اقول حاجه اوكي شكرا بص على اول ثلاثه على الشمال سيبك من الاثنين اللي على اليمين دلوقتي الثلاثه اللي على الشمال ليهم علاقه ببعض وعلاقه وطيده اوكي ديستانت يعني بعاد فبتلاقي المسافه بين السنترين اكبر من مجموع الرادياي ها تاتشنج اكسترنالي في الحاله دي بتكون الام ان بتساوي مجموع الرادياسين اوكي تاتشنج انترنالي ها في الحاله دي بتكون الام ان المسافه بين السنترين بتساوي الديفرنس ما بين الار الكبيره والار الصغيره ولو انت مش عارف مين فيهم الار الكبيره ومين فيهم الار الصغيره يبقى حط هنا ابسوليوت في القانون احسن مركز لا انا ما اعرفش مين الار الكبيره ومين الار الصغيره حط ابسوليوت الديفرنس ما بين التو رادياي ها ممكن اقول حاجه لو هو قال لك ان انا معايا تو سفيرز ار تاتشنج وما قالش انترنالي ولا اكسترنالي يبقى لازم تحط الاحتمالين ها ورقه وقلم ورقه وقلم لحظه بقى كده عشان الموضوع هيكبر دلوقتي مننا ها ورقه وقلم واكتب اللي انا بقوله ده عشان دي بتيجي دي كانت موجوده في نموذج كتاب المدرسه في كتاب المدرسه في كتاب المدرسه ها ركز كده لو قال لك ان في تو سفيرز ها تاتشنج وما قالكش هما تاتشنج انترنالي ولا اكسترنالي يبقى هتضطر تعمل للاسف 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 الاحتمالين اقسم الصفحه نصين وقول ان الام ان ممكن تساوي مجموعه الرادياسين وده احتمال وقول ان الام ان اللي هي المسافه بين السنترين ممكن تساوي الديفرنس بين الكبير والصغير او الديفرنس بينهم واخد ابسوليوت لو انا مش عارف مين فيهم الكبير ومين فيهم الصغير ها طيب اخر حاجتين لو قال لك ان هما انترسكتنج او تعرف منين ان هما انترسكتنج لما يكون المسافه بين السنترين دي ها اكبر من الديفرنس واصغر من المجموع اكبر من الديفرنس ده فهم مش تاتشنج انترنالي واصغر من الديفرنس يعني هم مش تاتشنج اكسترنالي هم بين البنين يعني ولا متلامسين من جوه ولا متلامسين من بره فده معناه انها اكيد اكيد اسمها ايه بقى انترسكتنج ها وفي الحاله دي بيكون الانترسكشن حاصل في كام نقطه في نقطتين ادي اول واحده اهي سميها مثلا ايه وادي تاني واحده اهي سميها مثلا بي مستر 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 ايه يا حبيبي ازاي يا مستر اقدر اجيب التو انترسكشن بوينتس ازاي اقدر اجيب التو انترسكشن بوينتس ما بين تو سفيرز اللي هما الاي والبي يعني اه تجيبهم ازاي دول حل المعادلتين مع بعض هو يعني انت جديد عليك الموضوع ده كابتن لو سمحت ممكن تركز كده في اللي انا هقوله دلوقتي انت عايز تجيب التو انترسكشن بوينتس ما بين ايه ما بين تو سفيرز هتعمل ايه حل المعادلتين مع بعض بس ازاي والمعادلتين فيهم ثلاث مجاهيل المعادلتين فيهم ايه ثلاث مجاهيل ركز كده المعادلتين فيهم ثلاث مجاهيل وانا عايز اجيب ايه عايز اجيب اكس وواي وزد يعني ثلاث مجاهيل وهم معادلتين بس طب الحل في ايه بقى ها لا سيب دي بقى خلي بالك اصلا الانترسكشن بوينتس بيبقى الجزء ده كله يعني بص الحته دي كلها لان كل دي اصلا كوره ماشي طب لو انا عايز اجيب النقط اللي على السطح بقى ها
طيب اجل دي شوية ولا اقولها؟ اجلها شوية وهبقولها لك. حلوة جدا، حتة حلوة جدا يعني، ماشي ولا اقولها؟ محتار قوي والله. طيب خلينا نحطها في مسألة احسن، لان هي حتة ادفانسد قوي ما جاتش قبل كده في امتحانات، دي لسه جاية في بالي دلوقتي. خلاص بس خليك عارف ان هيبقى في كده ايه 2 بوينتس. ماشي، اخر كيس يا جماعة، اخر وضع لاوضاع التو سفيرز اسمها ايه يا باشا؟ كونسنتريك. يعني ايه كونسنتريك؟ يعني السنتر بتاعهم لا مؤاخذة في اللي انا هقوله واحد. في الحالة دي بتكون المسافة بين الام والان مفيش. ليه؟ لان اصلا عيب ان هو يكتب ام ام ان بتساوي زيرو، لا هي الام بتساوي الان. اصل لا اله الا الله، يعني ايه كونسنتريك؟ يعني هاف ذا سيم سنتر، نفس السنتر. طب ما هو نفس السنتر يبقى الام هي هياها الان. ها، في مشكله كده في اللي انا قلته؟ اظن الموضوع ها. تعالى بقى ناخد شويه تريكس كده خطيره جدا. اوكي، بيقولك لو عايز تجيب equation خلاص of a sphere whose center lies on one of the axes and touch ها the two other axes plane. مستر مش فاهم، تعالى نشوف ده كده اهو مثال اهو. استاذنك ركز في اللي انا عملت عليه احمر ده. بيقولك ايه؟ ان السنتر lying on، السنتر بيقع على الاكس اكسس وبيتاتش الواي زد بلين. ركز كده معلش. لو قال لك ان سفير السنتر بتاعها على الاكس اكسس، تعالى يا جماعه نقسمها. اول حاجه ان السنتر على الاكس اكسس، يبقى السنتر عباره عن بوينت فيها اكس انا ما اعرفهاش، والواي والزد كده كده زيروهات. واحنا قلنا الكلام ده من شويه، قلنا ان انا لو معايا بوينت على خط معين فاللي ما اتقالوش بيبقوا زيروز. اه، هو قال لك ان البوينت على الاكس اكسس، يبقى الاكس برقم انا سميته ايه، لكن الواي والزد كده كده زيرو. اوكي، الاي دي بقى رقم انا معرفوش، ممكن يبقى بوزيتيف ممكن يبقى نيجاتيف، لكن طالما ان السنتر اللي هو الام على الاكس اكسس يبقى الاكس ليها قيمه لكن الواي والزد زيرو. اوكي، طيب يبقى انا كده فسرت ان البوينت اوف سنتر على الاكس اكسس، صح؟ طب حته انها تاتش الواي زد بلين، ركز بقى في الحته دي كده. معنى انها تاتش الواي زد بلين ممكن ارسمها لك فوق كده، بص هنا اهو اهو. لو فرضنا ان ده الواي زد بلين وادي البوينت ام، يبقى ده الراديوس. اللي هو ايه الراديوس؟ المسافه من السنتر للواي زد بلين. طب ما كلنا عارفين ان المسافه من السنتر للواي زد بلين اللي هي ابسوليوت الاكس كوردينيت، صح كده؟ للواي زد، للواي، انا وانا بقول واي دلوقتي بشاور على شفايفي، ها، وانا هقول زد دلوقتي هقولها واشاور برضه. بص للواي زد، ها، ليه قلت واي وزد واتكيت عليهم قوي؟ عشان تبقى عارف ان ابسوليوت الاكس ها هو ده بيديك المسافه. مش احنا قلنا بابا، مش احنا قلنا ان المسافه من نقطه لبلين بتساوي ابسوليوت المسافه من بوينت لبلين بتساوي ابسوليوت الحاجه اللي ما اتقالتش؟ اه، يبقى انا لو عايز اجيب المسافه من السنتر، مش انت بتقول ان هو تاتشنج الواي زد بلين، يبقى ابسوليوت الاكس كوردينيت هو ده المسافه. طب ما المسافه دي هي الراديوس. المسافه دي هي الراديوس. اه، ما بص المسافه من، ما انت تاتش زي ما كان بيجيب لي سيركل وفي ايه تانجنت. هتقول لي بس ده مش تانجنت يا عم، اعتبره تانجنت. مش الحته دي كده بتبقى هي الار؟ ها، تاتش. يبقى المسافه من السنتر للواي زد بلين هي دي الايه يا باشا؟ هي دي الراديوس. فما هو قال لك اهو ان احنا كده الكلمتين، اصل دي تريكس يعني، تريكات بقى بتيجي في المسائل. انت قلت لي ان السنتر على الاكس اكسس، يبقى انا هفرض السنتر رقم 0 0، رقم اللي هو الاكس انا ما اعرفش بوزيتيف ولا نيجاتيف، لكن انا عارف ان الواي والزد لازم يكونوا زيروهات. وقلت لي انه بيتاتش الواي اك الواي زد، طالما بيتاتش الواي زد يبقى ابسوليوت الاكس كوردينيت بتاع السنتر هو ده الراديوس. ها، وهكذا في مثالين تانيين. بص كده بيقول لك ايه بقى، اقرا اخر واحده دي هي اللي ايه هتجيب لك الناحيه. جنرالي اف سفير سنتر، لو السنتر A وB وC وبتتاتش بلين، اي بلين مثلا اكس ايه اكس واي، يبقى ابسوليوت الزد كوردينيت اللي هي هنا سي ده هو الار اهو. اقصد ايه بسرد دي؟ اقصد الحاجه اللي ما اتقالتش. انت قلت اكس واي، يبقى ابسوليوت الزد بتساوي ايه؟ الار، هو ده الراديوس. ها، اسمع تاني كده، اصل بديهيات يا جماعه. ما هو بص انا بقول لك لو السفير السنتر بتاعها A وB وC، اي ثلاث ارقام
يعني مش لازم تكون السفير دي السنتر على اكس او واي او زد اكسس، لا ممكن تبقى في اي بوينت. ها، وانا قلت لك انها بتتاتش. بص يا جماعه اختصار الموضوع كله، لو سفير بتتاتش بلين يبقى المسافه من سنترها للبلين يديك الراديوس. يديك ايه؟ يديك الراديوس. ها بالله عليك اسمع تاني كده، بالله عليك اسمع تاني كده. ها اقول تاني اهو، اقول لو انا جيت قلت لك، لو انا جيت قلت لك ان في سفير بتتاتش بلين معين، بتلمس بلين معين، بتلمس مستوى معين، اوكي، يبقى تعرف ان المسافه من سنترها، سنتر السفير دي للبلين ده هي الراديوس. كده الكلام انتهى. طيب اكزامبل بيقول لك the equation of sphere whose center lying on y axis. لحظه بس كده، فكره ان السنتر على الواي اكسس يبقى السنتر هنقدر نفرده 0 والزد 0 والواي برقم سميه بي مثلا، اوكي بي. وبعدين بيقول لك ايه بقى؟ انها تاتش الواي زد بلين. حته انها تاتش الواي زد بلين دي معناها ان الراديوس بيساوي ابسوليوت البي دي، ولا انا غلطان؟ ركز كده، مش انا قلت ان المسافه من السنتر للبلين هي الراديوس؟ اه اللي انا بتاتشه، انا لامس الواي زد بلين. يبقى كده الراديوس بيساوي ايه؟ المسافه من السنتر للواي زد بلين، والمسافه من بوينت للواي زد بلين بتساوي ابسوليوت. انا ليه بقول واي زد؟ هو ايه يا جماعه في ايه؟ ازاي واي زد بلين؟ الحته دي مكتوبه غلط طبعا، المفروض اكس زد بلين، المفروض دي اكس زد بلين، انا اسف جدا، دي اكس زد بلين. اوكي طيب في الحاله دي يبقى الراديوس بيساوي ايه؟ ابسوليوت الواي اللي هي بي. في مشكله كده؟ طيب بيقول لك ايه بقى؟ if the length is 4 الراديوس ب 4، الار اهو 4، يبقى السنتر كام؟ ركز بقى معايا، يا 0 4 0 يا 0 نيجاتيف 4 0. ما بص، ما هو كده الراديوس بيساوي ايه؟ 4، يبقى البي ابسوليوتها ب 4، ابسوليوت البي ب 4 يعني البي يا نيجاتيف يا بوزيتيف 4. طبعا الكلام ده هيتضح اكتر ان شاء الله لما نيجي نحل. اوكي بص كده يا باشا، بيقول لك if a sphere touching the cartesian cartesian planes with radius r. ركز كده معايا، كوره بتلمس الثلاثه planes، الاكس واي بلين والزد واي بلين والاكس زد بلين. اوكي في الحاله دي هيبقى الراديوس عباره سوري السنتر عباره عن ايه بقى؟ positive or negative الار، positive or negative الار، positive or negative الار. ليه؟ لان المسافه من السنتر للاكس واي بلين هتبقى ار، وللاكس زد بلين هتبقى ار، وللبلين التالت اللي انا ما قلتوش اللي هو ورا كده هتبقى برضك ار. فيبقى السنتر ده لو عايز اجيبه من الاوريجن، ها همشي ار ار ار، بس الار دي بقى رقم، لكن لو انت رايح يمين اوكي ار، لكن لو شمال نيجاتيف. يعني هفهمك مثال، مثلا اوكي لو انا قلت لك ان الراديوس 5 اوكي، فتبقى دي 5 5 5، لكل بلين المسافه 5. لو انا بادئ من الاوريجن اوكي همشي كده في الاتجاه ده 5، طب افرض دي كانت اكس داش يبقى نيجاتيف 5، هتمشي شمال كده 5، لو هي واي داش تبقى نيجاتيف 5، هتطلع فوق على الزد 5، لا دي انت طالع. انما لو انت لامس، لو الكره من تحت لامسه البلينز من تحت على حسب انت لامسها في انهي حته، خلاص فكده انا عرفت ان لو الراديوس برقم اللي انا متاكد منه، ها اللي انا متاكد منه ان السنتر هيبقى عباره عن ار ار ار، بس ممكن تبقى واحده منهم بوزيتيف والثانيه نيجاتيف على حسب. لو انت يمين الاكس اكسس بوزيتيف، الاكس بوزيتيف، لو انت شمالها نيجاتيف، طب لو انت يمين الواي اكسس بوزيتيف، لو شمالها نيجاتيف، لو انت فوق في الزد من فوق يبقى بوزيتيف الزد بوزيتيف ببوزيتيف ار، لو انت تحت يبقى الزد نيجاتيف ار. حد فاهم حاجه يا جماعه؟ طيب نشوف اكزامبل اهو، بيقول لك ايه بقى؟ equation of sphere which touch 3 positive cartesian planes، بتلمس البوزيتيف، بتلمس البوزيتيف والراديوس ار، يبقى كده السنتر 3 3 3. مستر انت مش انت كاتب بوزيتيف اور نيجاتيف ار؟ يعني المفروض تبقى يا اما 3 يا اما نيجاتيف 3. بس هو هنا قال لك كلمه ايه يا باشا؟ قال لك بوزيتيف. ها طيب تاني حاجه بيقول لك اف سفير تاتشنج، بص بقى الحته دي خطيره جدا. خلاص اعتقد ان انا اثبتها في الحصه الاصص في الاص ايه في الحصه الاصليه، خلاص
لو انت عايز تثبتها تاني لوحدك اوكي، بس هتضيع فيها وقت مش مستاهله. تعالى ناخده از رول. اوكي، اف سفير لو في كوره لمسه الثري كوردينيتس اكسيس مش البلينز، خد بالك، والنبي 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 ذاكر التريكس دي كويس قوي، ماشي؟ ركز كويس قوي كده في اللي انا هقوله. طيب لو معايا كوره لمسه الثري كوردينيتس اكسيس والسنتر بتاعها A و B و C، ها؟ في الحالة دي لازم تكون ال A بتساوي ال B بتساوي ال C. مش بس كده، ده لازم تكون ال radius بأبسليوت أي واحدة من التلاتة سواء A أو B، ما هما التلاتة بيساووا بعض، أوكي؟ وبنفس الإشارة. أنت بقى هتاخد أبسليوتها في روت 2. في مشكلة كده في القانون ده، خده أز رول. يبقى بص 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 عشان لما نيجي نحل نبقى عارفين الكلام ده، ما تجيش بقى تسألني، أوكي؟ أول ما تعرف إن أنا معايا كورة لمسه الثري كوردينيتس اكسيز، لمسه الثلاثه اكسيز، اوكي، فده معناه ان الاي والبي والسي بيساوي بعض، في مشكله كده، وان الراديوس بيساوي ابسليوتهم في روت 2، في مشكله. يبقى انا عرفت حاجتين. تعال نشوف مثال اهو تحت. بيقول لك فايند ذا ايكويشن اوف سفير تاتشنج ذا بوزيتيف 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 بارتس. يبقى مفيش حاجه بالنيجاتيف، خلاص بص دي بس كده. وقام قال لك ان الديامتر بتين روت 2، يعني كده الراديوس بكام؟ نصه 5 روت 2. كده انا معايا الراديوس. حلو حلو. بيقول لك ايه بقى؟ هات الايكويجن. انا عشان اجيب ايكويجن اوف سفير، ركز معايا ما تقراش المكتوب، ها، عشان اجيب ايكويجن اوف سفير محتاج كام حاجه؟ محتاج الراديوس اهو معايا، ومحتاج السنتر. طيب عشان تجيب السنتر هيبقى A بالبوزيتيف، A بالبوزيتيف، A بالبوزيتيف، ليه التلاتة قد بعض؟ يا كابتن لو سمحت، أنا لسه قايل لك لما يبقى في كورة لامسة الكوردينيتس أكسيز، ها؟ لما تبقى في كورة لامسة الكوردينيتس أكسيز، لازم الـ A والـ B والـ C اللي هما الكوردينيتس بتاعت السنتر يكونوا بيساووا بعض. وهو كمان ريحك جدا، خلي بالك، لما قال لك البوزيتيف بارتس لمسه اجزاء موجبه، يعني الاي والبي والسي اللي هم نفسهم ايه يعني؟ ما هم الثلاثه بيساووا بعض، بوزيتيف، ها؟ طيب تعرف تجيب الاي دي؟ مش انت قلت ان ابسوليوت الاي في روت 2 لازم تساوي الار اللي هي 5 روت 2؟ روت 2 هيكنسل روت 2، يبقى ابسوليوت الاي ب 5، يبقى الاي يا بوزيتيف 5 يا نيجاتيف 5، بس هي مش هتنفع النيجاتيف، هتبقى مرفوضه. ليه مرفوضه؟ عشان هو قال لك بوزيتيف بارتس. يبقى انت عرفت خلاص ان الاي بكام؟ ب 5. يبقى كده السنتر كام؟ 5 5 5. تعرف تجيب المعادله؟ ها؟ جامد. يلا يا باشا كده خلاص اخر تريك في السفير وبارت 1 عشان نخش على بارت 2 ونخش بقى جوه عالم الفيكتورز، اوكي؟ بص كده دي حلوه قوي. بيقول لك تو فايند ذا ايكويشن اوف سمولست سفير، اصغر كوره بتعدي على كام بوينت؟ 3 a 0 0 0 a 0 0 0 a، ها؟ ركز كده، الثري بوينتس دول فيهم ايه مشترك؟ ان الاي مشترك، خلاص كده. يعني بص انا عايزك تبصمج القانون ده من غير ما تفكر ليه، لان اثباته انا ممكن اثبته لك ازاي بقى؟ بالجيومتري. هرسم لك ايكولاترال ترانجل، لو سمينا البوينت دي a والبوينت دي b والبوينت دي c، ها، يبقى ده ايكولاترال ترانجل. انت عايز السفير اللي بتعدي اللي بيكون الايكولاترال ترانجل ده انسكرايبد جواه. دي طريقه. وفي طريقه تانية ان انا احلها بالايه؟ بالكالكولس. هو قال لك سمولست سفير، يبقى انا هجيب الايه؟ الفوليوم، واخلي الدي في دي اكس او الدي في دي ار يعني اقل ما يمكن. فاكر الكلام ده؟ ها؟ ابلكيشنز. طب وليه اثبتها؟ مستر ما احنا اثبتناها قبل كده، خلينا نبصمجها دلوقتي وخلاص. يلا، هيبقى السنتر طبعا عشان انا لسه بقول لك ان هو ايكولاترال ترانجل، فهيبقى a اوفر 3 a اوفر 3 a اوفر 3، وهيبقى الراديوس ابسوليوت الاي دي طبعا عشان ما فيش اي طول بالنيجاتيف، ما ممكن الاي تبقى نيجاتيف، اوكي؟ طيب ابسوليوت الاي دي في روت 6 اوفر 3 اوفر 3، ها؟ في اي حاجه صعبه؟ مثال قال لك انا عايز السمولست سفير اللي بتعدي على 5 0 0 0 5 0 0 0 5، اوكي؟ اول حاجه السنتر 5 اوفر 3 5 اوفر 3 5 اوفر 3. تاني حاجة الراديوس 5 روت 6 اوفر 3، وتجيب الايكويشن عادي مفيش أي حاجة صعبة، أوكي؟ طيب ركز كده من النوت الأخيرة دي. بيقول لك إن الأريا أوف لارجست سيركل، سفير، عشان أجيب أكبر سيركل جواها بتاخد السيركل اللي يكون ليها نفس السنتر ونفس الراديوس بتاع السفير.
نفس الايه؟ نفس السيركل، سوري، نفس السنتر ونفس الراديوس. اسمع تاني كده. بص يا باشا، عايزك تبص على السيرك، على السفير اللي مرسومه دي. انا كان ممكن اخد سيركل من هنا كده، وممكن اقرب شويه. واضح جدا ان كل ما بقرب من السنتر السيركل بيحصل لها ايه. ركز كده، استنى تاني، تعالى نعملها باللون الاحمر. بص، لو خدنا من فوق خالص سيركل، او خدنا سيركل كده، او خدنا السيركل نفسها اللي بتعدي على السنتر، شفت اللي انا مظللها دي؟ دي اكبر سيركل ممكن اخدها من سفير. يبقى هاخد ايه؟ هاخد السيركل اللي يكون ليها نفس سنتر السفير ونفس راديوس السفير. فهو بيقول لك لو اداك بوينت، لو اداك بوينت على السفير دي واداك سنتر السفير دي، هات المسافة بينهم، تجيب راديوس السفير، خده هو هو راديوس السيركل. ما هو اكبر سيركل، بص، جريتست دي اصلا نظريه يعني، ماشي، الجريتست سيركل، اكبر سيركل ممكن اخدها من كوره، بتكون السيركل اللي هي نفس سنتر مين؟ السيركل اللي بتعدي على نفس سنتر مين؟ نفس سنتر الكوره اللي هي دي. طب ما هو طالما بتعدي على نفس سنتر الكوره يبقى هي نفس ريديوس الكوره، بس هي سيركل. ها، في اي مشكله؟ زي مساله البرتقانه، فاكر انت لما في بلين، هنشوفها طبعا في شابتر فوق، في بارت 4، في الجزء بتاع البلينز. ها، لما كان بيجي بلين مستوى يقطع كوره الانترسكشن، فاكر لما قلت لك جيب برتقانه واقطعها بسطور او بسكينه، فاكر؟ فاللي بينتج نتيجه تقاطع بلين مع سفير، اللي بينتج بيبقى عباره عن شكل ايه؟ سيركل، دايره. ها، انا عشان اجيب اكبر سيركل اقطع البرتقانه دي منين؟ من نصها بالظبط. فيبقى انت كده خدت اكبر سيركل، اكبر راديوس لسيركل. ليه بقى خدت اكبر سيركل؟ لانك خدت راديوس السفير كلها في سيركل، اوكي؟ يعني بتقطعها من النص. يعني ايه من النص يا جماعه؟ يعني تعدي على السنتر بتاعها، اوكي؟